انا رايي في المعونه الامريكيه ان هي يعني في جزء اللي انا برفضها في جزء معين اللي هي الجامعات الاهليه، عشان هما بيمارسوا علينا ضغوطات سياسيه. وفي المعونه اللي هي للجيش دي بتبقى طبعا معاهده كامب ديفيد، فمش هينفع نحلها في الفتره ديت بقى. يعني هيبقى نخش في حاله حرب بين اسرائيل وامريكا، هتساعدها وهنبقى في حاله فوضى. يعني الكلام عن إلغاء المعونة أو كده يملكها صاحب القرار السياسي، وإذا كان صاحب القرار السياسي قادر إن هو يعيش من غير معونة فأكيد إحنا هنعيش معاه، لأن مفيش شعب غير حاجة إلا التغيير بتاع 25 يناير. فإحنا معاه هنكمل سواء في معونة أو مفيش معونة. والبدائل المطروحة إن في ناس كتيرة بتتبرع، دخلت دلوقتي على الإنترنت بتلاقي في كذا حملة للتبرعات ديت والإحلال أموال مكان هذه المعونة. المعونة الأمريكية أصبحت جزء من معاهدة السلام وجزء من اتفاقية كامب ديفيد. فاحنا هو بس الفكرة في المعاهدة في المعونة، يمكن احنا لو هنيجي نتكلم عن المعونة فهي ممكن تكون على إحدى الشكلتين. فلو المعونة مشروطة ساعتها هي اللي بتمثل المشكلة، إن أنا بيتمثل عليا ضغط من خلال المعونة ديت، فأنا ما أقبلش إن يكون عندي معونة تكون بشرط معين أو بقيد معين. إنما لو المعونة بتتقدم لمجرد إن هي معونة بتتقدم للدول من الدول الغنية للدول النامية، فديت بتكون حافز كويس تساعد ان الدول المتقدمة تساعد الدول النامية في ان هي تكون اكثر تقدما او تساعد في بعض حل المشاكل بتاعتها. ضد فكرة المعونة الامريكية، لو جات المعونة الامريكية ولكن بشروط، يعني هي المعونة الامريكية لو هتديها لنا وهتخلينا يعني ما نقدرش ناخد المواقف اللي احنا عايزين ناخدها وهتحدد يعني هتحدد مواقفنا، لا طبعا يبقى انا ضد المعونة الامريكية. ويعني ومبادرة اللي قام بيها الشيخ محمد حسان اللي هو هيجمع يعني اموال تخلينا نستغنى عن المعونة الامريكية، فانا طبعا موافق على الفكرة دي جدا. بس يا رب يعني الشعب يستجيب للفكرة دي ويبدأ يتفاعل معها. أنا مع إن المعونة دي تتمنع، لأن هي فعلا فرض علينا سيطرة كبيرة من أمريكا، على الرغم إن هي كانت المعونة دي موجودة في معاهدة كامب ديفيد، بس دي كانت معمولة أصلا لها مصلحة أكبر لإسرائيل أكتر من إن هي مصلحة لمصر. كان فرض علينا أصلا إن إحنا نتعامل بطريقة معينة في طريقة تصنيع السلاح بتاعنا أو غيره. بس أنا مع المبادرة اللي الشيخ المحترم محمد حسان عملها، ان هو ان تكون معونه مصريه افضل من تكون معونه امريكيه، وان شاء الله باذن الله هنقدر ان احنا نحقق انجاز فيها ونجمع اضعاف اضعاف المعونه دي ان شاء الله.